مشاهدين الكرام، أهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال. ومن أبرز العناوين: رئيس الجمهورية يفتتح رسميا مؤتمر لوسمريب التشاوري. رئيس ولاية إيرشبيلي يعزي في مقتل وزير الزراعة والري بالولاية. قائد الشرطة بولاية قلمدوق يدشن بناء مركز جديد للشرطة. التعاون الإسلامي والبرلمان العربي يدينان الهجوم الإرهابي في مقديشو. الهجمات المسلحة في بوركينا فاسو تجبر أكثر من مليون نازح على الفرار. الرئيس الوزراء العراقي يغادر إلى واشنطن في أول زيارة للولايات المتحدة. أما الآن مشاهدين الكرام فإلى تفاصيل النشرة، ومعكم عمر فارح. ترأس رئيس الجمهورية فخامة محمد عبد الله فرماجو أعمال المؤتمر التشاوري بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وذلك في مدينة لوسمريب حاضرة ولاية قلمدوق. وقال رئيس ولاية قلمدوق سيد أحمد عبدي كاري قرقور: اليوم انطلقت أعمال مؤتمر لوسمريب الثلاثة، حيث ناقشنا الخطة التي قدمتها إلينا اللجنة الفنية الانتخابية، واتفق القادة على عدد من القضايا المتعلقة بالانتخابات في البلاد. كما تعلمون جميعا، فقد حضر حتى الآن افتتاح مؤتمر رئيس الجمهورية ورؤساء ولايتي جنوب الغرب وهيرشبيلي ومحافظ إقليم بنادر. وأعرب السيد أحمد عبدي كارية في مؤتمره الصحفي عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية ورؤساء الولايات على التزامهم بالحضور في الموعد المحدد للمؤتمر. وناقش القادة سبل المضي قدما في القضايا الرئيسة في المشاورات على المستوى الفيدرالي والولايات الإقليمية والعملية الانتخابية في البلاد وسير العملية السياسية والأمن القومي. بعث رئيس ولاية هيرشبيلي السيد محمد عبد واري برقية عزاء ومواساة إلى أسرة وأقارب وزير الزراعة والري بالولاية المرحوم عبد القادر أبوكر محمود، الذي قتل مساء أمس الاثنين على يد مسلحين في مدينة جوهر. وقال في البرقية: أصالة عن نفسي وبالنيابة عن برلمان ومجلس الوزراء وسكان الولاية، تقدموا بخالص العزاء للأسرة وأقارب وزير الزراعة والري في الولاية المرحوم عبد القادر أبوكر محمود، سائل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أدان رئيس ولاية هيرشبيلي بشدة حادثة مقتل وزير الزراعة والري التي وقعت مساء أمس عقب خروجه من أداء صلاة العشاء بمدينة جوهر حاضرة الولاية، ودعا الجهات الأمنية إلى القبض على مرتكبي جريمة قتل وزير الزراعة والري على الفور وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاء فعلتهم الشنيعة. يشار إلى أن المرحوم كان عضوا في برلمان ولاية هيرشبيلي منذ تأسيس أواخر عام 2016. دشن قائد شرطة ولاية قلمدوق اللواء بشير أبشر جدي اليوم الثلاثاء عملية بناء مركز شرطة الولاية بمدينة لوسمريب. وتبرع اللواء جدي بأول قسط مخصص لبناء مركز الشرطة الذي سيتم بناؤه بشكل تطوعي، حيث قامت قوات الشرطة صباح اليوم بحملة تنظيف واسعة في المركز. كما دعا قائد شرطة ولاية قلمدوق الشعب الصومالي بشكل عام وسكان الولاية خاصة إلى المساهمة في عملية بناء مركز الشرطة. يشار إلى أن قيادة الشرطة بولاية قلمدوق تبذل جهودا حثيثة لإعادة بناء وترميم مراكز الشرطة وإعادة هيكلتها. دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي على فندق إليت
بالعاصمة مقديشو الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم وقوف المنظمة وتضامنها مع جمهورية الصومال في محاربتها للإرهاب، مجددا موقف المنظمة الثابت والرافض للأعمال الإرهابية والعنف والتطرف بجميع تجلياتها. وعبر الأمين العثيمين عن تعازيه لذوي الضحايا وشعب وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. وفي سياق آخر، أدان الدكتور مشعل بن فهمي السلمي رئيس البرلمان العربي الهجوم الإرهابي، وأكد في بيان له دعم البرلمان العربي التام لجمهورية الصومال الفيدرالية في حربها على الإرهاب، مقدما خالص التعازي لحكومة وبرلمان وشعب جمهورية الصومال ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أجبرت الهجمات المسلحة داخل بوركينا فاسو على فرار 1,132,000 نازح من منازلهم، وذلك منذ يناير الماضي وحتى الآن. وقالت اللجنة الوطنية للإغاثة العاجلة والتأهيل في بوركينا فاسو في بيان لها اليوم الثلاثاء إن الهجمات التي شنها المسلحون على المدنيين وعلى السلطات المحلية تجبر آلاف الأشخاص على الفرار يوميا من منازلهم للبحث عن الأمان، حيث يعيش معظم النازحين في أماكن يصعب الوصول إليها. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فإن الهجمات المسلحة في بلدان الساحل مالي والنيجر وبوركينا فاسو أسفرت عن مقتل 4,000 شخص في عام 2019، وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغادر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء العاصمة بغداد، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد حكومي تلبية لدعوة رسمية. وسيلتقي الكاظمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. وسيعقد الكاظمي خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين تتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة وغيرها من القطاعات. إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي النشرة الإخبارية، وكان معكم في الهواء عمر فارح، أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.